ازيك؟ لا ان شاء الله النهارده احنا هنتكلم عن اول حاجه في الميتابوليزم اللي هي كربوهيدرات الميتابوليزم. كنتوا اخدتوا كده قبل الدكتور اخدتوا الكيمستري، يعني بتاخدوا التسجيلات بتاعت كل حاجه والفانكشن بتاعت كل حاجه. هتبداوا بقى حاجه جديده اسمها ميتابوليزم، يعني زي الحاجات اللي انتوا اخدتوها دي مش التفاعلات الكيميائيه. الميتابوليزم ممكن نسمع بعض. الميتابوليزم بيشمل حاجتين، اي ميتابوليزم بتاع اي حاجه بيشمل حاجتين، حاجه اسمها انابوليزم وحاجه اسمها كاتابوليزم. انابوليزم يعني بناء، بناء يعني هيكون حاجه، يعني مثلا حاجه اسمها جلوكوزينو جينيسيس يعني هيكون جلوكوز، يبقى دي نوع من انواع الانابوليزم يعني هيكون. وفي حاجه ثانيه اسمها كاتابوليزم، كاتابوليزم يعني هب يعني بيكسر. والمثال بتاعها الجلايكوليسيس، الجلايكوليسيس يعني الاكسديشن والجلوكوز. الاكسديشن ده تكسير للجلوكوز عشان الاثنين يتضافوا بعض المركبات اللي هتبقى في الشرايين. يبقى احنا بنقول الشرطه بتاعت الميتابوليزم هنتكلم عن حاجتين، عن انابوليزم لحاجات الجلوكوز والجلايكوجين، وكاتابوليزم لحاجات الجلوكوز والجلايكوجين والفركتوز والجلايكوليز. تمام؟ اخدت الشرطه قبل كده بتاع الانزيمز، ان في حاجه اسمها سبستريت وحاجه اسمها بروتين. السبستريت ده الحاجه اللي داخله في التفاعل، والبروتين ده الحاجه اللي داخله في التفاعل. في حاجه اسمها انزايم. تمام؟ كنت برضه اخدت وقتها ان البرودكت ده لما يزيد يعمل بروسه بتتحرك. دي حاجه بس هناخدها من الانزايم عشان هتفيدنا دلوقتي. تمام؟ هنبدا بقى. تكبر زور النمو بدون سكرايز. يعني ايه؟ يعني انا لما باكل اي اكل في الدنيا في كربوهيدرات، في مونسترات، يعني في جلوكوز او اي مونسترات تاني. الفيت بتاعه ايه؟ يعني بيحصل له ايه في الجسم؟ انتوا عارفين اي اكل يدخل جسمنا بيعدي على جيلاتين. مفيش ماوس او دوب بتاع بيدخل على ايه؟ على السكر. السكر بتعمل له ايه؟ ديجيشن. تحوله بقى للمركبات الصغيره. بعد ديجيشن يخش على حاجه اسمها ايه؟ الانتستين. الانتستين بتعمل ايه؟ ابسوربشن. يعني ايه ابسوربشن؟ يعني هتحرك الاكل ده من جوه الانتستين تدخله على البلد. تمام؟ الابزوربشن ده بيحصل فين؟ في الانتستين. بعد الانتستين في حاجه اسمها الدوبلر سيركوليشن. الدوبلر سيركوليشن ده يعني ايه؟ الاكل اللي حصل له ابزوربشن للليفر. عشان يحصل له شويه حاجات كده في الليفر بعد كده يروح على ايه؟ على السيركوليشن. يعني الجي ار تي بيتحرك من الدوبلر بارت للليفر. طيب في الليفر بقى احنا دلوقتي وصلنا ان الجلوكوز وصل الليفر. جوه الليفر قدامه حاجات كتير قوي. يا اما يطلع السيركوليشن ويخليه ماشي السيركوليشن عشان يجي حاجه اسمها الجلوكوز ليفل بالبلط اللي انا بقيسه في الحاجه. تمام؟ يا اما ياخد الجلوكوز ده ويوصل لكل خلايا في الجسم ويحصل له اوكسيديشن، والاوكسيديشن ده اللي بيديني الطاقه اللي بيخليها الخلايا تحتفل. يا اما الجلوكوز في مكان جوه الليفر يتحول لجلايكوجين، يعني يتحسن جوه الليفر عشان استعمله بعدين. تمام؟ ماشي. دلوقتي بقى هنبدا اول حاجه ممكن تحصل للجلوكوز. اول حاجه ممكن تحصل للجلوكوز انه يروح الخليه عشان الخليه دي تكسره وتاخد وتعمل اوكسيديشن عشان تطلع طاقه، الطاقه دي الخليه تستعملها في حاجه او تطلع بقى برودكتس وسط التفاعلات اللي تستعملها في حاجه. في حاجه اسمها امدن نيم موف باسوي. ده ايه ده؟ امدن نيم موف باسوي. جلايكوليسيس. الامتحان بتاعنا فانكشن امبورتنس اوف امدن نيم موف باسوي. يبقى في قوسين في عامل الكورسز امتن بين جوه باسكوي. دي لازم تعرف القسم ده. احنا قلنا هنبدا بايه؟ نسمع بس. الجلايكوليسيس دي جلايكوليسيس قلنا يعني اوكسيديشن اوف جلوكوز. يبقى انا هبدا بالجلوكوز وعاوز اعمل له اوكسيديشن، يعني عاوز اقعد اكسر في الجلوكوز عشان يديني الطاقه اللي جواه. فهبدا بالجلوكوز. في بعض بيقول ان الجلوكوز ما ينفعش يدخل في اي مصوير. ما ينفعش ابدا يدخل في اي مصوير الا لازم يتحول الاول لحاجه اسمها جلوكوز 6 فوسفيت. يعني الجلوكوز 6 فوسفيت ده الجلوكوز تحت الجلوكوز، الجلوكوز 6 فوسفيت دي مش خطوه اساسيه في عمليه الجلوكوز. يعني لما احول الجلوكوز لجلوكوز 6 فوسفيت انا كده ما دخلتش لسه في الجلوكوز. ليه؟ لان الجلوكوز 6 فوسفيت ده الاكتف بتاع الجلوكوز، يعني الاكتف كومبوننت اللي بيتكون عشان الجلوكوز اصلا يشتغل. فلو انا
فوسفات قاعده. عشان انا هقول حاجه احط عليها فوسفات لازم ادخل انزيم اسمه كايناز. اي حاجه عاوز اعملها فوسفوريليشن ادخل انزيم اسمه ايه؟ كايناز. يبقى انا عاوز احول الجلوكوز لجلوكوز 6 فوسفات. الانزيم اللي لازم نشخص حاجه جلوكو كايناز. طب الجلوكوز ده كان في ايام لما دريك كيبسي كان نوعه ايه؟ هكسوز. يبقى ممكن اقول الانزيم اللي اسمه هكسو كايناز. بس ده مش اسم تاني للانزيم، ده في اثنين انزيم. في انزيم اسمه هكسو كايناز وفي انزيم اسمه جلوكو كايناز. الفرق بينهم هنقولهم كمان شويه. هنقول دلوقتي. الهكسو كايناز من اسمه ان ده كايناز يعني بيدي الفوسفات لحاجه ثلاثيه. هل ده معناه بيدي الفوسفات للجلوكوز بس؟ لا. الهكسو كايناز ده بيدي الفوسفات على اي حاجه ثلاثيه. الجلوكو كايناز جلوكو يعني بيشتغل على الجلوكوز بس. يبقى ده اول فرق ما بين هيعمل فوسفوريليشن لاي حاجه ثلاثيه. انما الجلوكو كايناز بس مينلي يعني اساسا اكتر حاجه بتشتغل عليها الجلوكوز. انما الجلوكو كايناز بيقول ان هو بيشتغل على الجلوكوز اون، ما يقدرش يعمل فوسفوريليشن لاي حاجه ثانيه ثلاثيه. انا بشكل المقارنه ما بين الهكسو كايناز والجلوكو كايناز بالراجل القوي قوي والراجل الضعيف قوي. الهكسو كايناز ده هو القوي القوي قوي والجلوكو كايناز هو الضعيف قوي. ما عندي حاجه واحده هتقولها في النص. كل حاجه بتدل على قوته انقلها عن الهكسو كايناز. يعني الحاجه القويه اللي بتشتغل على كله ده الهكسو كايناز. الحاجه اللي ما بقدرش اعملها ما بقدرش اعملها انهبيشن الاسم اللي المفروض اعملها على استميشن على حسب ده مين؟ ده الهكسو كايناز. يعني الاسم اللي المفروض اعمله دول ريجيولاتري هرمونز اللي هنتكلم عليهم بعدين. ريجيولاتري يقدروا يعملوا ريجيوليشن للجلوكو كايناز بس يروح عند الهكسو كايناز ويقف. ما نقدرش. الهكسو كايناز ده هو القوي. بس دي حاجه بيني وبينك عشان تفهموا بيها. تمام؟ تالت حاجه ان الهكسو كايناز عشان هو قوي فده بيشتغل في كل انواع التشيز. انما الجلوكو كايناز في الليفر بس، الليفر ومين؟ والميتوكوندريا والبنكرياس. وعند كلمه البنكرياس دي هفتكر ان البنكرياس فيه الانسولين، فبالتالي الانسولين بيأثر على مين؟ على الجلوكو كايناز. يبقى الجلوكو كايناز بيشتغل في الحتتين الليفر والبنكرياس هو ضعيف، فالانسولين والجلوكاجون بيقدروا يعملوا له ريجيوليشن. الهكسو كايناز ده هو بيشتغل في كل التيشوز، بيشتغل على كل المركبات الثلاثيه بس مين في الجلوكوز. الانسولين والجلوكاجون ما بيقدروش يعملوا له ريجيوليشن. طب ايه الحته بقى اللي اتقال فيها الموازين والجلوكو كايناز بقى اقوى من الهكسو كايناز؟ عند الجلوكوز 6 فوسفيت. الجلوكوز 6 فوسفيت ده الموضوع بتاع الكلام صح؟ مش احنا قلنا ده اسمه سبستريت وده اسمه بروتر. المفروض لما البروتر بتاعي دي يعمل ايه؟ يعمل انهبيشن للانزيم ده بيقول لي الجلوكوز 6 فوسفات على عكس اسمه بيعمل انهبيشن للهكسو كايناز وما يعملش انهبيشن للجلوكو كايناز. دي معكوسه مع الاسم ومعكوسه مع حته القوه والضعف اللي احنا قلناها. يبقى الهكسو كايناز ده القوي اللي بيشتغل في كل انواع التيشوز اللي ما بيتاثرش ما بين الانسولين ولا بين الجلوكاجون اللي بيشتغل على كل المركبات الثلاثيه بس غصب عنه الجلوكوز 6 فوسفات يعمل له انهبيشن. انما الجلوكو كايناز ده ضعيف. الجلوكو كايناز ده اللي بيحصل له عن طريق الانسولين والجلوكاجون بيشتغل بس في الليفر والبنكرياس وبيشتغل عادي في الجلوكوز بس. تمام؟ كده مش هتنسوا خالص الفرق بين الهكسو كايناز والجلوكو كايناز. نكمل بقى. احنا قلنا عشان نحول اي مركب يعمل فوسفوريليشن محتاجين انزيم اسمه ايه؟ كايناز. يبقى هنبص اسم الانزيم ده اسمه كايناز او الانزيم ده اسمه جلوكو كايناز. طيب الفوسفيت هتيجي منين؟ قدام حل من اتنين. يا اما دخل فوسفيت كانه كان فوسفيت. يعني ايه كان فوسفيت؟ يعني دخل لوحدها كده والانزيم بيكون عنده القدره ان يشيل الفوسفيت وينقلها على الجلوكوز. او دخل الفوسفيت من شال على حاجه اصلا. يعني دي الكارير شايل الفوسفيت ودخلها على حاجه وهو بيجيب الفوسفيت ده. الكارير عندي زي ما خدته في الريبيتايت كان عندنا نوعين من الكارير للفوسفيت. الفوسفيت دول كان في حاجه اسمها ادينوزين ترايب فوسفيت وحاجه اسمها ادينوزين ترايب فوسفيت وحاجه اسمها سيرتين ترايب فوسفيت. اكتر حاجه بتستعمل هي الاي تي بي ادينوزين ترايب فوسفيت. فاحنا هنا عشان نحول الجلوكوز للجلوكوز فوسفيت يبقى محتاجين انزيم اسمه كارنيز عشان يعمل فوسفوريليشن. محتاجين الفوسفيت. هنا مش هدخلها كانه الجانب ده. هدخل الاي تي بي اللي هو الكارير بتاع الفوسفيت يتحول الى اي تي بي. يبقى انا كده شلت الفوسفيت منين؟ من الاي تي بي. الاي تي بي كان فيه ثلاثه فوسفيت بقى فيه بس اثنين فوسفيت. الفوسفيت ده فين؟ هيجي على الجلوكوز كارنيز ويجي على الجلوكوز فوسفيت. يبقى دلوقتي قدرت اوصل لحاجه اسمها جلوكوز 6 فوسفيت وده الاكتر اللي يقدر يدخل في اي تفاعل بعد كده. الجلوكوز نفسه ما يقدرش يدخل في اي مصويه. ما ننساش حاجه تاني.
جلوكوز 6 فوسفات. وليه الجلوكوز 6 فوسفات من اول المرحله دي؟ من اول المرحله دي انا بدات اخد الجلوكوز، يعني من اول الفتره دي دي فعلا الجلوكوز خلاص، يعني خلاص كده الجلوكوز 6 فوسفات هيخش الجلوكوز. لو دخل عليه انزيم اسمه بيقول لي انا عامل حاجه من الجلوكوز 6 فوسفات لفركتوز 6 فوسفات، ده النتيجه اللي انا عاوزها. انتوا فاكرين الريليشن ما بين الفركتوز والجلوكوز كان ايه؟ كان ايه؟ ايوه. وبالتالي مش هحفظ اسم الانزيم. الانزيم جاي من اسم الحاجه اللي هيعملها، هيحول الجلوكوز لفركتوز، يعني هيعمل ايزوميريشن، يبقى الانزيم اسمه ايزوميريز. تمام؟ يبقى ايزوميريز. طب ده الاسم ايه؟ ده كان جلوكوز 6 فوسفات. ده فوسفو هيكسوز، مش الجلوكوز ده هيكسوز؟ وفي فوسفات، يبقى الانزيم اسمه فوسفو هيكسوز ايزوميريز. ليه ما قالش فوسفو جلوكوز او فوسفو فركتوز؟ لانه مش هيقدر انا اعمل ايزوميريشن ايه؟ هو ليه ما قالش كده؟ فوسفو هيكسوز ايزوميريز عشان انا هحول جلوكوز لفركتوز، ومش فارقه فيها فوسفات، فهيكون مركبين ثلاثيين، كل واحد
لثلاثة واحد تاني لسه اتغير عشان الفوسفيت رقم ثلاثة والتاني تاني بقى يبص اسيتيل اسيتون فوسفيت ده عشان استجابة الشكل الفراكتوز من فوق لتحت يعني الفراكتوز مش كل الفراكتوز شكل بعضها النص اللي فوق غير شكل النص اللي تحت فمش هيكون الاثنين مش هيكون مرتبين شكل بعض هيكون مركب اسمه لسه اتغير اسيتيل فوسفيت ومركب تاني اسمه دار هيدروكسي اسيتون فوسفيت بيقول لي الدار هيدروكسي اسيتون فوسفيت ده مركب غير نشط ما يقدرش يدخل في الجلايكوليز ما يقدرش يكمل يجي على المرحله دي يقول انا خلاص مش قادر اكمل في الجلايكوليز فانا حاجه من الاثنين يا اما تهيني يا اما تحولني في حاجه ثانيه تستعملها طبعا عمري هديه لانه ده سورس اوف انرجي تيم فوسفيت انا حاجه فيها فوسفيت فدي سورس هتديني انرجي هتديني اي تي بي لان الفوسفيت ده هطلعها هطلعها وشايلها على اي تي بي تديني اي تي بي فما ينفعش اديني فاعمل ايه في الدار هيدروكسي اسيتون فوسفيت ده؟ هحوله لمركب ثاني اقدر استعمله زي ما كانت جلوكوز وفركتوز ايزوز احنا نفس عدد ذرات الكربون بس فينا نفس اختلاف الشكل صغير طب ليه ما تتحولش يا بقى هتنسى تكون مسكين؟ انت لسه بقى تكون مسكين ده هيقدر يكمل يقول له ماشي خلاص يبقى انا هجيب الزر اسمه ايزوميريز لان ده هتنسى تكون مسكين وانت لسه بقى تكون مسكين ايزوميريز البعض فبدا الزر اسمه ايزوميريز كان هنا اسمه فيسفو فوسفو فيكتوز ايزوميريز ده زي بالظبط بس ده هيحول مركب ثلاثي الى مركب ثلاثي فهيبقى اسم الانزيم فوسفو ترايوز ايزوميريز حفظت حاجه لحد دلوقتي مش هتحفظ ولا انزيم كل الانزيمات اللي على اسمه كلها هتيجي من اسماء المركبات يبقى انا عندي فوسفو عشان تيجي فوسفيت ترايوز عشان ثلاثي ايزوميريز عشان تيجي كل ايزوميرز ببعض تمام لو خدت بالك من شويه انا قلت ان يبقى الدايت بس هو دايت سيكس فيت ده اللي هيكمل طول مرحله الجلايكوليز نسيت اقول لكم حاجه مهمه ان الفوسفو كراكت من الفن ايرفيرسبل النصوص دي يبقى احنا عندنا دلوقتي لغايه دلوقتي معادلتين ايرفيرسبل اول واحده بتاعت الاكسو كايناز او الجلوكو كايناز وعاوز اقول لكم بيني وبينكم ان الجلوكو كايناز ما يهمنيش قوي ولا ايرفيرسبل ولا ايرفيرسبل تعرفوا ليه؟ لان الجلوكو كايناز ما بيأثرش في الجلوكوز 6 فوسفيت مش فارق معايا الجلوكوز الفوسفيت ده اثر بس على الاكسو كايناز يبقى يفرق معايا ان الاكسو كايناز ده ايرفيرسبل لان الجلوكوز الفوسفيت هيشتغل عليه وهقول لكم ايه اثر معايا في الشغل طيب قلنا ان بس البقى اللي احنا عندنا اثنين الاكسو كايناز مع الجلوكوز كارت كايناز واحد اثنين ايرفيرسبل وصلنا دلوقتي لسه لغايه 3 فوسفيت لا وصلنا الاثنين لسه لغايه 3 فوسفيت احنا ضيعنا كام اي تي بي المفروض الجسم دلوقتي 2 اي تي بي ما نمسوش معايا دلوقتي اتنين بلس اربعين سي فوسفيت يروح الراجل يقول له طب ليه ما تحولش انت كمان لدار فوسفيت؟ ما الفركتوز كان فركتوز 6 فوسفيت حولته لفركتوز 1 6 بلس فوسفيت ما تيجي انت كمان احولك لبار فوسفيت او بس فوسفيت فهيحول الاليمنت اسمه 1 3 بس فوسفو جليسيريت الجليسيريت ده مركب ثلاثي جاي من الجلسة الغاية بعد ما عملت له أو أوكسيديشن التفاعل ده اسمه أوكسيداتيف فوسفوريليشن خدتوا بالكم؟ أنا عملت حاجتين عملت أوكسيديشن في الجلسة الغاية خلي بالكم من هي دي يعني ليه الجلسة الغاية سي فوسفيت مش النيل بتاعك دلوقتي مش شرط إن أنا مكتوب يعني أنا فوسفيت وبالتالي كده عملت فوسفوريليشن بس ما قالتش الفوسفيت على الجزء الصغير لا ده انا قلتها على مدار اسمه جليسيريت الجليسيريت ده اللي بيعمل عن طريق دي هيدروجينيشن او بتساوي اوكسيديشن يبقى التفاعل ده اسمه اوكسيداتيف فوسفوريليشن عامل حاجتين مع بعض لما بعمل اوكسيديشن خدت طبعا النيوتايب ميتابوليزم لما كنت بعمل اوكسيديشن لاي حاجه او ليها هيدروجينيشن كنت بحتاج حاجه اشيل عليها هيدروجين يعني ايه؟ يعني اجيب كارير اقول هيدروجين ده حاجه مهمه بالنسبه لي انا محتاجها فانا مش هرميه هجيبك اشيل عليها الهيدروجين لحد ما احتاجه فالكارير بتاع الهيدروجين هو مات او فات بس في التفاعل ده بتاع
بعد 9 سنين يعني جهاز الكلام فيه هو النات. تمام؟ النات لما بيشيل هاي نيوتن بيشيل صورة نات اتش بلس اتش عكس الفات. الفات لما بيشيل هاي نيوتن بيشيله فات اتش 2. دي حاجة لازم تكتبوها لما تكتبوا الفات من النات. يعني لما باجي اكتب على اي بتاع النات افتكر ان انا هكتب نات يتحول الى نات اتش بلس اتش مش نات اتش 2. لو هكتب فات في مرة هكتب فات يتحول الى فات اتش 2. هكتب دلوقتي نات اتش بلس اتش. طيب هو انا ليه ما عنديش يعني انا ليه حاطط سوا على الدرجه دي كلها مش هتيجي وهحتاج ابقى فيها بالنتج بلس اتش عشان حاجتين. ممكن يكون النتج بلس اتش ده سورس اوف هايدروجين. يعني ايه سورس اوف هايدروجين؟ يعني مين التفاعل هيحصل له ريدكشن. يعني ايه ريدكشن؟ يعني هحط هايدروجين هيقول النتج بلس اتش التفاعل هيحصل له ريدكشن بيقول له خلاص يعني التكون عشان المخصوص عشان اعمل لك ريدكشن على طريق اتش بلس اتش ده وساعتها النتج بلس اتش هيدروجين ضم النتج هيدروجين كلم يبقى النتج هيدروجين كلم والنتج بلس اتش بتخش على القطاع يبقى هيدروجين ضم. مثال حاجه اللي انا بقوله التفاعل بتاع الرواية جاية ولا رواية بس؟ يعني ريفرسر ولا ايه ريفرسر؟ ريفرسر يعني لما احول بس الغاية دي بوسفين لوان 3 بس فوسفو جليسريت كان دخلت النتج كجاية شال الهيدروجين. طيب انا بقى كوني ايه دي على السبستريت. يعني ايه كوني ايه دي على السبستريت؟
دخلت له فوسفوريليشن لكام مركب دخلت فوسفوريليشن لكام مركب دخلت فوسفوريليشن اول عامل فوسفوريليشن وجيت خدت البروتوكول فوسفوريليشن دخلت له فوسفوريليشن
مرتين، بس خلي بالك كل ده مرتين مره في اثنين، لان انت عارف ان في اثنين لسه الرئيس في المسكت تمام؟ بحيث دي لما تكون في الاسكيمات يعني عدد مرات دي فوسفوريليشن اللي بتحصل في الجلايكوليسيس، عدد مرات الفوسفوريليشن اللي بتحصل والله اعلم النتيجه ولا لا؟ صعبه قوي تمام؟ دلوقتي وصلنا للفوسفو، المهم يعني انا عاوز اوصل لكم ده كله ان مفيش الديزاين اللي انت بتسوي فيها الجيس بيعمل فوسفوريليشن، دي حاجه واحده ممكن تسويها، لان كل الديزاينز الثانيه اسمها الجيس ما عدا اسمه فيها الجيس. ده اللي عاوز اوصل لكم من الحته دي. دلوقتي لو وصلت للفوسفو نول فيروبين هعمل له ايه؟ هعمل له دي فوسفوريليشن. دي فوسفوريليشن يعني هشيل منه فوسفيت، هشيل فوسفيت من الفوسفيت اللي كنت حطيتها قبل كده عشان تديني طاقه. وبالتالي احول ايه دي الى ايه دي الانزيم اسمه ايه؟ اسمه الهيدروكلور، اسمه بايوكيميكاليز، مع انه خلي بالكم التفاعل ايرفيرسبل، يعني واحد بس ايرفيرسبل، يعني بيحول بس نص كل بايوكيميكاليز، ما ينفعش بايوكيميكاليز تحول نص كل بايوكيميكاليز على طريق بايوكيميكاليز. بس هنا الانزيم بيسمي اسم البرودكت مش بيسمي اسم سبستريت. فبقى اسمه بايوكيميكاليز ايه؟ خلي بالك ده كله انا ماشي بمرات اثنين، ده لو عملنا تلخيص انا استعملت اثنين اي تي في اول تفاعل الاول والتفاعل الثاني، يعني وقت الاكسوفاليز والبروكاليز وقت البروكاليز وكونت اي تي برضه مرتين، مره وقت البروكاليز ومره وقت الايه؟ البروكاليز بيصير ايه؟ ده انا مش بفكر من حاجات مهمة
لا يستغلوا بقى الدياجنوستس بس وما يقدروش يدخلوا للمرحله الاكبر اللي هي سته الاس صدري اللي بتكسر جوه المريض. طيب يعني ايه انزيمز بروديوس انرجي ات سبستريت ليفلز؟ يعني بتكون اي تي بي عند مكان السبستريت والناتج مش هيكون حاجه من هنا لحاجه ثانيه، لا ده هيكون اي تي بي بعدها خلاص اي تي بي كون الحمد لله. مين اللي بتقول انزيمز دول؟ الفوسفوجليسيت قليل اللي هيجي بيعمل اي تي بي اثنين عن طريق الاثنين بيظهر زي الفوسفوجليسيت وثاني انزيم كان مين؟ يبقى الانزايم الجلايكوليسيس اللي بتعمله رقم الجي ات ات سبستريت بس هو اكس كيو. ممكن نيجي اكس كيو انرجي بروديوس ات سبستريت ان جلايكوليسيس ويقول لك ان الخليه دي فيها مجهود كده ومتعرضه لنسبه كويسه من الرطوبه. يعني هيقول لك كل حاجه، هيقول لك الخليه فيها مجهود وجايبها رطوبه. عاوز بقى كام اي تي بي بيتكونوا ات سبستريت؟ اثنين. الأربعة وضيعت الاثنين غصب عني. على حسب بقى. على حسب أنت هتحسب الاثنين اللي ضاعوا ولا لا. تمام؟ يبقى الإنرجي برودكشن لو كان إيروبيك هيكون اثنين فايروبيك معاهم 8 اي تي بي. لو كان إيروبيك هيكون اثنين لاكتين وهقول هيجي ازاي ومعاه 2 اي تي بي. أهم حاجة عشان يكون في حاجة اسمها إيروبيك جلايكوليسيس، يعني جلايكوليسيس يحصل وأسميه إيروبيك مش بس أكسجين. لازم يكون في مايتوكوندريا. من غير ما تكون دي مش هسمي ده ايروبيك جلوكوز، هسميه انيروبيك جلوكوز حتى لو الخليه معرضه لاكسجين كفايه. طب ايه اللي يخلي الميتوكوندريا مش موجوده؟ خلايا معينه في الجسم مش موجوده اصلا. زي الجنس مثلا. بيقول ان الهيدروجين والنادي اتش از اوكسيدايز ات او ان اي تي سي، اي تي سي دي بتتصل لايه؟ اللي موجوده في الميتوكوندريا لازم يكون في ميتوكوندريا تو بروديوس قد ايه اي تي بي؟ 3 اي تي بي. ما تنسوش ان الفات اتش 2 بيكون كام اي تي بي؟ 2 اي تي بي. طيب امتى بقى يحصل اهم موضوع الجلايكوليسيس؟ مش بس لو مفيش اكسجين، ده في حاجتين. لو الخليه ما بقاش ميتوكوندريا زي الار بي سي دوميننس، او الخليه ما بقاش اكسجين زي كلنا بنقول الاكسرسايز في مصر. غلط. سيفير اكسرسايزنج في مصر. لان الطبيعي ان المصل لما بتيجي تشتغل بتشتغل بالايروبيك جلايكوليسيس عادي عشان المصل فيها ميتوكوندريا وبتتعرض للاكسجين، فبالتالي اول لعب لما كنا بنلعب كوره اول لعب ب 24 اول وقت بدري كويس. ليه؟ لان في ايروبيك جلايكوليسيس كل خليه بتكون 8 اي تي بي عن طريق واحد جلوكوز، فبالتالي في طاقه كتير للمصل وبالتالي المصل قادره تتحرك كويس وبالتالي المصل ما بتنفعش. ده في اول لعب. في اخر لعب بقى بيحصل حاجه اسمها جسم الاكسجين ما بيوصلش كفايه لمين؟ للمصر. المصر عاوزه الاكسجين ده ليه؟ عشان دخل الجلوكوز في الايروبيك جلايكوليسيس. فاخر اللعبه الاكسجين قل هتشتغل دي الايروبيك جلايكوليسيس هيديني 2 اي تي بي من 1 جرام من 1 جرام من 1 زيت من 1 جلوكوز مديور. وبالتالي هحتاج جلوكوز كتير وفي نفس الوقت الانرجي مش بتكفي وبالتالي هتعب وجري اقل. تاني حاجه اللي بتفكر جوه مصر حاجه اسمها لاكتيت. ده مهم قوي. مش احنا قلنا ان البيولوجيك كمان شويه هيقول ازاي يتحول لاكتيت؟ اللاكتيت ده بيتفكر جوه مصر. فخلي مصر تتعب. يبقى انا احس بوجع في مصر ومش قادر اجري، مصر مش قادر اتحرك، انا مش قادر اشيل رجلي اصلا مش قادر اتحرك. لان مفيش ايه؟ انرجي كفايه، الانرجي كفايه مش جايه ليه؟ عشان مفيش اكسجين كفايه واصل. ماشي. كنت بقول من شويه ان الدي هيدروجينيز ده بيكون ناتج اتش بلس اتش، وقلت لكم ان اتش بلس اتش دي وظيفتين، يا اما يكون هيدروجين دونر يا اما يكون سورس اوف انرجي. وسالتكم قلت لكم ان اتش بلس اتش هنا ايه؟ كلكم قلتوا سورس اوف انرجي. لا هو الاثنين. ليه؟ لان ان اتش بلس اتش لو في مايتوكوندريا اوكسجين هيخش يديني اي تي بي 3 اي تي بي او 6 او 7 طب لو مفيش ميتوكوندريا ومفيش اكسجين، هل الناتج بلس اتش ده؟ لا، يشتغل بقى كتالي، يشتغل فين كتالي؟ انا عندي بيولوجيه عاوز احوله لمين؟ للاكتيت. البيولوجيه
مش قادرين هيبقى ساعتها هيشتغل جمله لان البيومتريك لما بنحول من 30 بعمله ديدكشن ديدكشن يعني حساب مهرج انا محتاج اعرف بجيبه منين من نادي الشاطئ تحول من نادي الشاطئ الى نادي تطلع النادي ده الساعه 9 بعد كده ايه؟ تعالى مش ايه؟ كلب خلي بالك القطاع الاولى بتكسر يعني الباروتين ممكن يتحول لاكتين، الاكتين ممكن يتحول تاني بباروتين، خلي نفس الديزاين باسمه، لاكتين ده هيدروجينيز، خلي بالك عشان الباروتين في حاجه اسمها باروتين هيدروجينيز، في حاجه اسمها لاكتين هيدروجينيز، لما احول باروتين لاكتين هاخد اسم لاكتين، لما احول باروتين لحاجه تانيه كل شويه اقولها هاخد اسم الباروتين، وبالتالي الديزاين دي لها اسم البرودكت، اسم لاكتين، باسم لاكتين دي هيدروجينيز، لاكتين هيدروجينيز لما حاول البروتين الفاكتين هيعمل ريدكشن يعني هيزود الدي ان هايدروجين على البروتين فهيديك نتيجة اللاكتين ده اللي بيتراكم من جوه المصل واللي لو كمان اتراكم من جوه المصل المصل هتنميها بعدها على طول وهتنميها وعاني على طول فبالتالي المصل بتلم اللاكتين من جواها تلم اللاكتين فين؟ على السيركيليشن اللاكتين هنا مش هضيع لا ده ممكن اقوم جوه الليفر واقدر احول من هنا كده بايوبيت هتلاقي نفس النظام اللاكتين ده هيدروجينيز بس ساعتها هنعمل مثال عمل كام؟ هيدروجين كام؟ تفاعل كام؟ بحول البايوبيت كده اول لاكتين كده بايوبيت بعد كده البايوبيت يطلع من المشروب ده ويروح تاني للمصري ويقول لها يا بس عندي مرض سكر دي لو عندي اكسجين ده كان جوه بس انت بس صار لو ما عنديش اول اكسجين ده هو شكلها بتتعمل ازاي؟ الحاجه اللي قلتها اسمها كورس سايكل يعني ايه كورس سايكل؟ يعني اللاكتين اللي بيتكلموا نتيجه الجلايكوليسيس لانه في الجلايكوليسيس اللي بيتراكم جوه النص ده مش هيجي مره هيطلع يروح الليفر وفي الليفر بيتحول من اللاكتين يبقى الكلين بيطلع بالكلين تاني يروح المصل بس عامله وهكذا هي اسمها ايه؟ كورس سايكل. طيب احنا قلنا الحاجات اللي بتعمل اهم رول الجلايكوليسيس نوعين يا اما خليه ما فيهاش ميتوكوندريا يا اما خليه ما عندهاش اكسجين. اول حاجه خليه ما فيهاش ميتوكوندريا اللي هي احنا قلنا في نوعين حاجتين اللمس والرابسيس هنتكلم شويه عن الرابسيس. بيقول لي الجلايكوليسيس هو السورس الوحيد للانرجي اللي في الرابسيس. الرابسيس للاسف ما فيهاش ميتوكوندريا وبالتالي مش هتقدر تعمل سيت الناس الصلاه. يبقى الطريقه الوحيده اللي هتعمل بيها الجلوكوز عشان تجيب طاقه هي الجلايكوليسيس. تاني فانكشن للجلايكوليسيس جوه الرابسيس بيقول لي ريدكشن اوف ميت هيموجلوبين. ما يهمنيش يهمني الريدكشن اللي بيحصل في الانزيم اسمه ايه؟ سايكروم بي 5 ريدكتيز. السايكروم بي 5 ريدكتيز ده محتاج ايه؟ محتاج ماده اتش بلس اتش صح ولا لا؟ مش انا لما اجي اعمل ريدكشن يعني عملت ريدكشن في البيولوجيه محتاج ماده اتش بلس اتش. السايكروم بي 5 ريدكتيز اسمه ناد اتش بلس اتش سايكروم بي 5 ريدكتيز. وبالتالي الماده اتش بلس اتش الاثنين دول ممكن بدل ما اكمل فيها جوه الار بي سيز لاكتيت ممكن اخليها تطلع تستعمل عشان تاكتف مصر انزايم اسمه سايكروم بي 5 ريدكتيز. وظيفه ايه سايكروم بي 5 ريدكتيز ده؟ بيقول ان هو بيعمل ريدكشن للميت هيموجلوبين. عارفين يعني ايه ميت هيموجلوبين؟ الميت هيموجلوبين ده يعني هيموجلوبين شاي حديد في الفريك ستيت. يعني ايه اف اي بلس 3 انا عاوز احوله لفيروس. فيروس يعني ثنائي حديد ثنائي والفيروس ده هو اللي بيقدر يسيب الاكسجين كويس تمام. فبيقول كمان الاكسجين ان هو هيكون ليه بيقول ناد اتش از انرجي سورس. انا اصلا ما عنديش هيكون عشان اجيب انرجي من ناد اتش فانا مش هخليه هوديه للسايتوكروم بي 5 كارتيز عشان يعمل ريدكشن للميتوكوندريا عشان يحوله لفيروس. طيب في حاجه اسمها وانس ليج سوس جليسرين فاكرينه؟ الوانس ليج سوس جليسرين ده كان جاي منين؟ بالجليسرين الهاي ليبوسفيت فيها بروتيجين. طب قول لي وانس ليج سوس جليسرين ممكن بيقول لي لو انا محتاج اكون من حاجه اسمها تو سي سوس جليسرين يعني اكون الوانس ليج سوس جليسرين ده لتو سي سوس جليسرين ممكن اوحد ولا تو سي واخد المرتب ده
بيتحد مع الاوكسين هيموجلوبين عشان يهد ريليز الاوكسين. طب انا ليه عاوز اهد ريليز الاوكسين؟ وظيفه الهيموجلوبين ان هو يشيل الاوكسين ويهد الخلايا. لو الهيموجلوبين عنده افينتي عاليه للاوكسجين مش هيهد الخلايا. فدلوقتي لو الهيموجلوبين بيتناسب الاوكسجين جامد يروح الدوس دي بيستوصف من سيتي الكاونت ده عن طريق انزيم اسمه ايه؟ ميتيز. عشان انا مطلع السي فوسفو جليسيريد بدون فوسفو جليسيريد اقل بس من كلمه فوسفيت. كان فوسفو جليسيريد انا هنا برضه هعلي من كلمه فوسفيت بس هعملها مره واحده رقم اثنين. فهيكون مره اسمه 2 اند 3 بس فوسفو جليسيريد. الانزيم اسمه ايه؟ ميوتيز. الدور سي بس فوسفو جليسيريد ده هل مهم؟ مهم جدا. ده انا هوقف تكوين الطاقه عشان خاطر هاخد دلوقتي سي فوسفو جليسيريد هقول له سي فوسفو جليسيريد واوقف الطاقه عشان اجيب سي فوسفو جليسيريد اللي هيعمل ايه؟ هيخلي الاوكسي هيموجلوبين الهيموجلوبين اللي شايل اكسجين يتخلى عنه كده مش عارف يجيب لي خلايا. كل ده كان فانكشن جلايكوليسيس يعني. طب جلايكوليسيس ده كمان سنسيتيف فانكشن. ان البايبوكس في النص دي ممكن يتعمل كده ايه الاول بتيجي. طيب اكيوليشن اوف جلايكوليسيس. اكيوليشن اوف جلايكوليسيس. ايه؟ اقولها طب اقولها ازاي؟ اقولها ازاي يعني؟ هي موجوده. بستيريوتيكس. يعني ايه بستيريوتيكس؟ بص دلوقتي لو جبت شويه خلايا وشلت منهم اكسجين، ما فيهمش اكسجين، حطيتهم في مكان ما فيهوش اكسجين يعني، تمام؟ هيضطروا يستعملوا الان روبوت جلايكوليسيس. قول الان روبوت جلايكوليسيس يجيب كام اي تي بي في الطاقه؟ يجيب 2 اي تي بي. البكتيريا الكويسه ده بقى بيقول لي ان انا ارجع الخلايا اللي مش لاقي اكسجين واديها اكسجين. بشرط ان يكون فيها مايكروبيوم. ساعتها هتروح تستعمل الايروبيك جلايكوليسيس. الايروبيك جلايكوليسيس بيطلع كام
انا محتاج 16 جرام، هعمل كام مره دايجوزيس؟ كان عملت انيميشن دايجوزيس ولا عملت انيميشن؟ انيميشن. اذا لما دخلت اكسجين على الخليه وكان عندها اكسجين على انيميشن دايجوزيس. السبب ان كان الاي تي والاي تي ده غلط، فبيعمل انيميشن كل الانفايرمنت. فاهمين؟ حد مش فاهمها؟ او تاني؟ لو حد مش فاهم يقول بعد. تمام؟ تمام؟ هرمونال ريجيوليشن. ويهمني قوي جلوكوكارنيز
الجلوكوز ده جلوكوز 6 فوسفيت ده الاكتيف كومبوننت اللي لازم يدخل في اي نوع بعد كده. وبالتالي ده يعمل جلوكوز. يبقى اول حاجه اعمل جلوكوز وكل شويه فلوس كتير الناس تخش عندها الكونديشن هو الفوز برايت وغريب برايت. يبقى عشان كده الفوز برايت وغريب برايت هو الاسم ليه بتاع الجلوكوز. لما حد يعمل كونديشن الجلوكوز الصراحه ده فهمتوا؟ اللي هو الريفرس
لما يزيد الجلوكوز يعمل اكتيفيشن لمين؟ لمين؟ للهيكسوكاينيز. ما يعرفش الجلوكوز. الجلوكوز 6 فوسفات لما يزيد يعمل اكتيفيشن لمين؟ للهيكسوكاينيز. ما يقدرش يعرف الجلوكوز ما بتقدر تتفرج عليه اساسا. تمام؟ اذا اول خطوه في الريليشن ان لو
يعني بيحصل CO2 فيكسيشن يعني دخل CO2 وبالتالي ساعتها يكون ايه؟ اوكسيد اوكسيد او هعمل اوكسيداتيف اوكسيداتيف ايه؟ ديكربوكسيليشن وساعتها هيبقى زي ما اسمه بيروبيه كاربوكسيليز كومبلكس بالاحمر عشان عمري ما هنساها عشان ما انساش المفروض تكون واقع سهل ومعاه تي في ومعاه الباب طيب ريجيوليشن اعرف حاجه ولا حاجه هرمون هرمون الانسولين والجلوكاجون الانسولين والجلوكاجون بيحبوا يزودوا الجلوكوز فما يحبوش يزودوا الطاقه الانسولين بيحب يقلل الجلوكوز وبالتالي الانسولين هيحب يقلل الجلوكوز فهيحب يقلل مش لاقي اكسجين مش لاقي اكسجين اللي انا بستعمله الاكسجين موجود وانت بتنهي مش لاقي
الدافع دي من المصل للليفر من الليفر للمصل تاني دي اسمها كوبي سايكل. تمام؟ البيروفين بيتحول كده لاكتيت عن طريق انزيم اسمه لاكتيت ريهايدروجينيز. لاكتيت ريهايدروجينيز ده بيحتاج لاكتيتش باص اتش. اللاكتيتش باص اتش جايه منين؟ الجلايكوسيس نفسه. مش كنت بقول في حاجه اسمها بس لاكتيتش باص اتش بيطلع لاكتيتش باص اتش؟ تروح اللاكتيتش باص اتش دي تحول البيروفين كده لاكتيت. فاللاكتيتش باص اتش ليها وظيفتين، يا اما تروح على الاي تي سي لو في ميتوكوندريا اكسجين، يا اما تروح تحول لاكتيت كده البيروفين كده لاكتيت. تمام؟ حد مش فاهم حاجه؟ ايه؟ السيتريك اسيد سايكل بقى. السايكل المسافه. فاكرين كنا بنقول شويه بيروفيت ميتابوليزم. قدامه حاجتين كانوا ثلاثه، يا اما تحول من بيروفيت الى لاكتيت، يا اما تحول من بيروفيت الى اوكسيد اسيد، يا اما تحول من بيروفيت الى السايكل. السايكل ايه؟ هي بتاعت السيتريك اسيد سايكل. مش الاوكسيد اسيد. لو خدت بالكم من الكتاب هتلاقي لازم سايكل كبيره ولازم اصيبه ايه برضه؟ ليه؟ لان اصيبه ايه؟ مش جزء من السايكل، يعني ما بتتكونش جوه السايكل. انما زي الاسيتيت بيحصلوا ايه؟ بيتكون جوه السايكل. واخدين بالكم كنت هقعد اقول معاه شويه، بيحاولوا يبقوا زي الاسيتيت، ولو زي الاسيتيت ده اصيبه ايه؟ بيتكون سكريت. اللي عاوز اقوله، لو انا فكرت تدريجيا من غير ما هقول ان عندي اثنين بايوبيت، واحد منهم هيتحول الى وزاره السيل والثاني هيتحول الى السايكو ايه؟ وبالتالي السيل نفسه اللي بيحصل مره واحده وزاره بيحصل. البيروفيت بيتحول لاثنين السايكو ايه؟ والوزاره السيل دي بتوصل اللي قبلها. فاكرين من شويه قلت لكم ان وزاره السيل بيستعمل اي تي بي وما بحسبوش اي حاجه؟ لان هو مخصوص اصلا من الفعاليه، فهو مخصوص من السيل نفسه السايكو. الوزاره السيل ده اللي جوه السيل نفسه السايكو مش جاي من البيروفيت. ده لو جاي من البيروفيت ده جاي منين؟ المريض. وعشان كده لما الناس بتصلي حاطط الوزاره الصيني جوه الصيني وحاطط الصيني فوق فين؟ برضه ما يقدرش يحطها زائد هنا، لو حطها زائد هنا اذا هحول المريض وزاره الصيني الى الصيني فوق ايه؟ ما بيصابش. المريض بيجيني بس وزاره الصيني ويوم ياخد الصيني فوق ايه جاي منين؟ من بيروفيت ميتابوليزم. بيروفيت بيروفيت دي هيدروجينيز كومبلكس يتحول الصيني فوق. إذا في اثنين بيروفيت هيجيب لي اثنين ايه؟ أصلاً إيه؟ إذا ست أصلاً أقسمهم مرتين. عندي اثنين أصلاً إيه؟ يروح الأولاني يلاقي الفرقة الصيني مستنيين. مش مستنيين البيروفيت، مستنيين المريض. لو الفرقة الصيني مستنيين يروح الأصلاً إيه يفتح معايا. يرتبطوا ببعض. فيكونوا مركب اسمه سيتريت. ما دام لو قلت سيتريت فالديزاين اسمه سيتسيز. سيتسيز يعني في معاني من المكونات يا اما سينسيز يا اما سينسيتيز. الفرق بينهم ايه؟ اللي اسمه سينسيز ده مش محتاج طاقه وبالتالي التفاعل ده ما عندوش اي تي بي يبقى ده اسمه سينسيز. في تفاعلات ثانيه هنلاقي اللي استغنى عليه اي تي بي بيتحول الى اي تي بي وده اسمه سينسيتيز. سينسيتيز يبقى ده اسمه هنا ايه؟ سينسيتيز. سينسيز سينسيز ده هيبقى الوسائط ايه؟ هيبقى مع السايكو ايه؟ اذا افكر واقول هجيب البروجيت
عرضين وبصوره ضخمه لمختلف التصنيف ناجي من عرض سن الناس الصغير. يبقى مش هستعمل البايوكويز تحميله لمختلف التصنيف. هعمل البايوكويز واطوره منين؟ منين ايه؟ اصايد ايه؟ اذا انا عندي هنا اثنين اثنين اصايد ايه؟ يروح واحد منهم ياخد المختلف التصنيف اللي جاي من سن الناس الصغير اللي فات. سن الناس الصغير هيتحد معاه بيكون مركب جديد اسمه سترينت. يبقى الديزاين اللي بيعمل ده اسمه سترينت سنسيز. ليه اسمه سنسيز مش سنسيز؟ عشان ما تشيل فيه. اتفقوا على طريقه الميه عشان يتم. وبطلع فوق ايه؟ خلاص مش محتاج. ما انا لا اخلي الصايد كده يا جماعه الوزاره الصينيه. لما
تجنب الهيدروجين او طول الهيدروجين. لا هستعمل فات. هحول الفات لفات. قلنا الفات اسمها فات H2. ¡Gracias!
ما ينفعش تكون دي ديزاين. السايكل ليز هو الوحيد اللي بيكمل اي بي اخر سنين ليفل. يعني ايه؟ يعني بيكمل اخر سنين ليفل ويكمل مره مش محتاج اي بي سي. الباقي كله بيعمل ايه؟ يا اما بدات تشوف يا اما بدات تشوف ما هي لازمه. بعد كده سؤالين اي تي كيو. الريماكت يعني مين الريماكت ديزاين السنه السايكل 366. الاولي ديزاين اللي بتعمل اي بي اللي هو السايكل.
سترين سنسيز ايزو سترين دي هيدروجينيز الفا بيتوكلوتارين دي هيدروجينيز ثلاثة من الماتش انزايم بيروح على الانسولين والبروتاكول يروح الانسولين يعمل لها ديسفوليشن يخليها اكتف يروح البروتاكول يعمل لها فوسفوليشن يخليها هي اكتف ده هرمونات النون هرمونات ريجيوليشن انرجي ومين وسبستريت برومبت بطلع على الماتش انزايم تزيد وتزيد وتزيد زود ستريس ازاي زيد ستريس يعمل انهبيشن ستريس ازاي زيد الاوبتيوتريت يعمل انهبيشن ستريس ازاي الاوبتيوتريت يعمل انهبيشن ستريس ازاي Thank you.
فهدي الجوتي وخديه تحت مع البروتوز فيطلع السيل منه ويجي هو البروتوز عامل السيل فيكون لي حاجه اسمها يو دي اي جلوكوز يو دي اي جلوكوز يو دي اي جلوكوز ده بقى ثانيه من البروتوز شايف البروتوز عاوز يطلع من الجلوكوز فياخد البروتوز اللي يرتبط بعض عشان يطلع من الجلوكوز تمام بيعمل ايه بقى الدرجه السلسله بيخلي يو دي اي جلوكوز يقع على حاجه اسمها الدرجه المعينه ده الدرجه الصغير اللي بيتكون فيه البروتوز اللي هي البروتوز 3 4 يروح له يديله جلوكوز فيخلي الجلوكوز مرتبط بالجلوكوز مرتبط بالجلوكوز فيخلي ده اللي تمام؟ هبتدي له حاجه اسمها ايه؟ يو دي اي جلوكوز يروح لليو دي اي هو اصلا غالي مش عاوز الجلوكوز معاه ده هيخليه تحت الكوتشين دي تمام؟ هيخلي الجلوكوز دي تحت الكوتشين دي عشان تحت لازم تكون ايه؟ رب الرب ده ايه؟ وان فور يبقى البلاتج سنسيت في كم نقطة معنا وانفور بيرسل بريسل بوت يعني ايه؟ يعني كم نمبر 1 بالجزء ده وكم نمبر 4 بالجزء ده هيتاخدوا مع بعض الرابطة بيرسل بوت تمام؟ يجي يقول لي يجي الرموز تاني يجي الرموز هنا ويجي لي تاني يجي الرموز هنا وهكذا يجي لي شيء هل اقول لا ده حد بيت معين ده حد ما يجاوب الايه مكسور جايبش ايه مكسور جايبش ده 100 يعني انا كونت 11 جلوكوز مربوطين ببعض عن طريق 1 فور جلوكوزيت لينكج او 1 فور جلوكوزيت بوم كونت 11 في اللحظه دي كونت الهيدروجين ايه مكسور عشان يبقى مكسور لازم يبقى شيء لازم يبقى متكرر يعني ما يبقاش كده لازم يبقى مره انا كونت هنا على الاقل 11 جلوكوز محتاج انزيم تاني بديهيا جلوكوز هنا هيقول ان انا هحط جلوكوز هنا لا الانزيم ده مش هيعمل كده ما يقدرش ما يقدرش يجيب الجلوكوز ويحط البرانش لان اليو دي اي بطبيعته اول ما بيروح بيربط في الشيء ما بيربطش البرانش فبالتالي محتاج انزيم تاني ينقل جزء من البرانش جزء من الشيء يخليها برانش يعني ايه؟ يعني ده كده الجلوكوز ومفيش برانش هياخد الشيء ياخد الشيء الجلوكوز دول مربوطين بعض ورا فوق وينقلوا هنا طب انا لما اخدهم هنا اسمهم برانش؟ لا عشان يبقى برانش لازم اسم الرابطه تتغير. ما هم لو مربوطين بالفا 1 4 جلايكوزيت بوند هيبقوا شيء. عشان يبقوا شيء برانش لازم يربطوا الفا 1 6 جلايكوزيت بوند. يبقى الانزيم هيعمل ايه؟ هيجيب جلوكوز مربوط بالفا 1 4 ويخليه يتربط بالفا 1 6 واسمه هيجي من اللي هو بيعمله. اسمه برانش الانزيم بيعمل ايه؟ الفا 1 ترانس ايه؟ جلوكوزايز يعني ايه؟ يعني نقل الجلوكوز فلما كان الفا 1 4 نقل خلاه الفا 1 6 يبقى عمل ايه؟ الفا 1 4 2 الفا 1 6 ترانس فيز وده اسمه برانشنج ديزاين عشان يعمل برانش تمام؟ طيب انا دلوقتي بقى ايه؟ كونت 11 كونت على الاقل اللي هو الجلوكوز اللي هو ايه؟ الجلوكوز كونت 11 على الاقل I'm going